السلام عليكم حبايبنا، عايزاكم في البدايه كده تدعوا لمحمد سعيد بالرحمه، ربنا يرحمه ويغفر له. في وجبات طلع النهارده باسمه عشان خاطر هي هتطلع بكره ان شاء الله. بس احنا قلنا نجهز قبلها بيوم. دي لحمه مفرومه، مفرومه في الكبه بس بفرم حبه حبه عشان نعمل كفته ان شاء الله. دي عباره عن بصل ولحم مفرومه وملح وفلفل بس. وانت بتقولوا ادعوا له الاذان باذن. بصوا لازم تتفهم كويس، انا قلت بس اجربها كده في المفرمه ومش في المفرمه، اعملها في الكبه، فقلت اجرب فحلو قوي. عجب بقى الكمية كلها. هنعمل افطار صائم الحمد لله صائم، وهنعمل بقى مكرونة او رز على حسب ما اخلص، ونجيب عصير وكده. فتابعوا معانا ان شاء الله. دعوة حلوة كده بالرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له. واي حد عايز يساهم معانا في وجبات، يساهم معانا في مائدة، يساهم معانا في شهر رمضان، يقدر يتواصل على 03-01-89592 على الواتساب، نرد عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل فقط. بصوا حبايبنا، دي اول دفعه عملناها، لسه في ما شاء الله قدهم مرتين تاني بيتعملوا عشان يكفي السندوتشات اللي هتعمل. بصوا اهي ده بقى يخش الفرن يا اما البوتاجاز، فانا عشان خاطر الفرن عندي بعافيه شويه بيدفي على الحاجه، فانا هحطهم على البوتاجاز يسلي تسلى الدهون بتاعتها ويستوي. في هتسلى ده كمان، كملي بقى لسه فيه وقت لسه بيكملوا تاني، خدي كملي فيه. لسه في قدهم مرتين تاني، يعني في قدهم ما شاء الله مرتين تاني، وبنعمل الايه الكفته على طول. وهم قاعدين بيصبعوا الباقي اهو ما شاء الله. بسم الله، حطينا في الفرن هنا، نحط في الفرن على البوتاجاز هنا وهنا. بصوا شمعت اهي، بصوا حلوه ازاي. كمان في الطاسه بصوا جمالها وحلاوتها اهي. شايفين؟ انا كلمت الست اللي هي مطلعه الحاجات دي وقلت لها ايه رايك نعمل بدل مثلا في كل حاجه صباعين سته وطبق رز، لا نعمل سندوتشين، كل سندوتش فيه صباعين وعليه طحينه وعصير بدل ما نعمل رز، عشان معظم الناس تاخد بروتين ويلفوه في القمه وياكلوه. بعتنا عنطة نجيب العيش وانا على الصغام كده على الفرن اهو. بصوا هنا ما تنشفش بقى، حاجة جميلة. نجهز بقى الطحينة عشان ايه نعمل السندوتشات. ده كيلو طحينة اهو، وبقطع هعمل بواز من تحت في السندوتشات اللي هو بقدونس و نقلب دلوقتي مع بعض. كمون، مية بقى، مية يا جماعة مية، ونقلب وهندي مية تاني. نفس الوقت الكفتة عندك في الفرن اهي، دي كفتة هنا اهي، في كفته في الطاسه اهي، في كفته هنا اهي كمان. يلا عشان خاطر فاضل نص ساعه على المغرب عشان خاطر ينزل سخن. اللي احنا عايزينه حل عصير ليمون، هنحط شويه ملح، ثوم بودره. انا ما عنديش ثوم فريش بصراحه، وحط لها شويه خل كمان، واديها رشه كزبره هنا متقطعه، حزم الكزبره، نقطع حزم الكزبره فيها. ده احنا كده الطحينه جاهزه، انا مجهز السندوتشات على طول دلوقتي. الطحينه اهي، ده بقدونس ومعاه بصل احمر اهو، نحط شويه سماق اهو وملح ونقلبهم كويس قوي. دي فرشه تحت الكفته، شويه خضره كل هديك تحطي في الكفته تبقى عامل عصير. ماشي تمام. انت كده خلاص رشيتي كده كل حاجه؟ كم واحد؟ اثنين ومعاهم واحده عصير.
حلو اتنين. كنت فاكراك هتحطي واحد. ليه حبيبتي واحد انت شموه؟ لا حلو. طب افتحي دي. افتحي دي حبيبتي. انا بس حطيت الكفته بقى على العصير. حلو قوي. هتظبطيه صح؟ ظبطيه اه عشان ما يتحلدوش. ما بقاش يخطف واحد من اللي بيدمر. دعوه حلوه يا جماعه كده تقولنا الراجل السيد ده. ربنا يرحمه يا رب ويغفره. ابو سامي انتوا تعبتوا النهارده بكره نص من شعبان. ربنا يديكم الصحه والعافيه. طب احطهم فين اللي انا حبيتهم؟ حطهم في شنطه مرت اللي نازلين تحت عشان الناس اللي سايمه تحت. دعوه لمحمد سعيد يا جماعه ربنا يرحمه ويغفر له يا جماعه. ربنا يرحمه ويغفر له. بسرعه يلا. اي حد عايز يساهم معانا في المائده او في الوجبات اللي احنا بنعملها دي يقدر يتواصل على رقم 03-01-8952. مش عارف كده عشان اتبهدلت من بره. بص كده على الكفته اللي فاكرني يا سنين. حبيبنا كده عملنا ما شاء الله متر غير ولسه في كفته بقى يا هنا. لسه في كفته في الفرن لسه الحاجه هي بنعبيها. دي اول ضيف هنزل اوديها واجيب عشان مفيش خلص. وايه؟ ونكمل بعدين. ايه في ايه؟ اوضع مكرونه. هنكمل مكرونه. معلش. نفضل بقى هادي تستوي هنا اهي ونعمل الصلصه العين الثانيه. عندنا الصايمه هنا نضيف طاسه. شو حطوه مكان حطوا عيد طماطم. حبايبنا حبايبنا خلصنا عندكم انا التوم وانا محمره التليفون فاصل معلش اكمل بقى. كنت خلاص تعبت 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 بس الحمد لله اكل كفه وفاضل. الحبايب كلهم الشارع كله كل الناس كلها اللي كانت صايمه اكلت. السلام عليكم.